لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وأرضاهم عاشوا الحياة ديالهم كلها مع القرآن الكريم، من اللي سلموا من اللي دخلوا في الإسلام وهم مع القرآن، مع القرآن بالليل، مع القرآن بالنهار، مع القرآن في العمل ديالهم، مع القرآن في السلم، مع القرآن في الحرب، مع القرآن جميع الأحوال ديالهم كيكونوا مع القرآن الكريم. والقرآن يعني ما كانش يعني عنده واحد الوقت محدود كيعطيه وقت ويسد عليه، لا أبدا، هذيك التلاوة تلاوة يعني قرأ القرآن يلي عند الوقت، يعني إنسان كيدير له واحد الورد صباح وعشية أو صباح بوحده أو عشية بوحده على حسب الظروف دياله، ولكن المعاني والأذواق الذوق ديال القرآن ما عنده وقت، ديما الأوقات يعني العمر ديال بنادم كله راه معاني وأذواق ديال القرآن الكريم. فإلا نعس كينعس على الذوق ديال القرآن الكريم، وإلا فاق الصباح يفيق على الذوق ديال القرآن الكريم، وإلا مشى للخدمة دياله وإلا ارتاح وإلا مرض وإلا برع جميع الأحوال في أحوال الصحة والمرض، يعني كل الأحوال ديال الإنسان سبحان الله العظيم يعيش على أذواق القرآن الكريم مما أنعم الله عليه به من النعم في الآيات العلامات. آيات كل آية كيعطيك واحد البلاكة كيقول لك منين تدوز، لما كتدوزي من ديك الطريق وتستجبي الآية وتدوزي غتلقاي قدامك مائدة ميدة ديال الطعام الرباني الروحاني مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.